تستقبل نغم غالب الطبيبة المختصة في قسم الطوارئ في إحدى مستشفيات بابل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل عاجل وتعمل على إسعافها واستقرار وضعها الصحي. طبيب الطوارئ من الاختصاصات النادرة في العراق، حيث يتعامل مع المرضى كافة بغض النظر عن العمر أو الإصابة، ويقتضي الأمر وجوده على مدار 24 ساعة، ما يتطلب منه بذل جهد بدني كبير. متعبة من ناحية اللود، يعني المريض خاصة الشغلات الجراحية، لأن يعني المريض يجي دائما وحده، مثلا مو شغلات باطنية، مشاكل تدري هواية، حوادث هواية، مو مثل المريض الباطنية اللي هو مثلا يدرون به مريض وعنده أمراض. لا يشهد هذا التخصص في العراق إقبالا من قبل الراغبين بدراسته، لأسباب منها عدم وجود كوادر لتدريسه كقسم طبي منفرد في كليات الطب. عدم وجود دعم لهذا الاختصاص كفرع واعد ومتطور، يحتاج لدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى يدخل في المؤسسة التعليمية كأساتذة وكمحاضرين. تخصص الطوارئ يتطلب قرابة 10 سنوات بين الدراسة الطبية والتطبيق ليحصل الطالب على شهادة الدبلوم أو البورد بطب الطوارئ. طب الطوارئ أما عندنا ماجستير، الدبلوم هو المعادل للماجستير لمدة 2 سنين، أو يكمل الاختصاص مع جماعة البورد لمدة 5 سنوات. دائرة صحة بابل تقول إن 11 طبيب طوارئ فقط يعمل في المحافظة، وهو عدد غير كاف، وخصوصا في ظل مخطط لافتتاح مركز متخصص بالحالات الطارئة. أكون مشروع أنه تروما سنتر أو مركز الطوارئ يكون مركز متخصص بسعة 100 سرير يستقبل الحالات الطارئة فقط. هذا المركز يعني من ضمن الإمكانات المطلوبة من عنده هو عدد كافي من أطباء الطوارئ اللي حاليا تفتقد إليها دائرتنا وكل المؤسسات الصحية بالعراق. ورغم هذا الرقم الضئيل من أطباء الطوارئ، فإن بابل شهدت مؤخرا افتتاح عدد من العيادات الخافرة استقطبت الحالات المرضية في الساعات المتأخرة من الليل. من بابل، حيدر الشلبي، UTV.